رواية العلاج بالسعادة، جرعة كوميدية بغلاف إنساني رومانسي. العنوان الأصلي باللغة الإنجليزية The Silver Lighting Playbook، بالفرنسية Happiness Therapy، بلهجة الكيبيك Le Bon Côté des Choses. رواية صدرت في 2 سبتمبر 2008، عدد صفحاتها 304، تمت ترجمتها إلى 30 لغة. للكاتب الأمريكي ماثيو كويك، وهو من مواليد نيو جيرسي سنة 1973، ويعتبر الكاتب الأعلى مبيعا لروايته العلاج بالسعادة حسب تصنيف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وبفضله فاز الفيلم المقتبس عن الرواية بجائزة الأوسكار لأفضل كتابة في جانفي 2013. الفيلم من إخراج الأمريكي ديفيد أو روسل، بطولة برادلي كوبر في دور باتريس بات سوليتانو، جينيفر لورنس في دور تيفاني ماكسويل، وروبرت دينيرو في دور الأب بات سوليتانو. Je savais pas que tu le faisais sortir. Le juge a dit d'accord. Oui, mais le docteur, lui, qu'est-ce qu'il en dit ? Je peux le voir pour une rédaction sur les maladies mentales ? Non. تم عرض الفيلم للجمهور في 16 نوفمبر 2012 بالولايات المتحدة الأمريكية، نال إقبالا جماهيريا كبيرا وأثار إعجاب النقاد. يروي قصة الشاب بات، مدرس سابق يعود إلى حياته العادية للعيش في منزل والديه بعد أن أمضى 8 أشهر في مركز علاج نفسي حكومي بسبب إصابته بمرض اضطراب ثنائي القطب إثر حادث مأساوي تسبب فيه بات. يجد نفسه قد فقد عمله ومنزله وزوجته التي تركته قبل دخوله المستشفى، فقرر إعادة بناء حياته من جديد وخصوصا العودة لزوجته. يتعرف بات على الأرملة حديثا تيفاني ماكسويل في بيت أحد أصدقائه، كانت مثله تماما تمر بظرف نفسي صعب. كلاهما كان يحاول التغلب على المشاكل بطريقة لا تخلو من الجنون والكوميديا. حالة بات وصفها الأطباء بالاضطراب ذو الاتجاهين الذي يتميز بتناوب فترات من الكآبة مع فترات من الابتهاج الغير الطبيعي لأسباب غامضة. يملأ بات بيت والديه بالضجيج والمواقف الغريبة المضحكة، مما يزيد في حيرة والديه بشأنه وخوفهم عليه. أتعبهما برفضه شرب الدواء وبنوباته الهستيرية كلما تعرض لاستفزاز أو إثارة. تخبره تيفاني بأنها سوف تساعده على استعادة زوجته إذا شارك معها في مسابقة الرقص. Il y a un concours de danse. Pour m'inscrire, je dois avoir un partenaire. Non, je vais pas danser avec toi. C'est elle, la fille de tes messages ? T'as parlé de moi ? Elle est bien. C'est mon amie avec un grand A, vieux. A majuscule même. A comme amie. يقدمان معا رقصة كانت نوعا من تفريغ شحنة الضغوط النفسية، وهي أقرب إلى الهبل من الفن. يشاركان ليس لأنهما يتقنان الرقص، بل لغاية إثبات الذات وفعل شيء ما. هذا ما ساهم في تقارب الشخصيتين وأفرح والدي بات. رغم الفوضى التي كانت تظهر على شخصيات الفيلم، إلا أن التناغم كان كبيرا بينها. المشاهد تعكس صدق العواطف والرغبة في إثبات الذات وتحدي الظروف والتمتع بالحاضر ومحاولة علاج الإنسان على الطريقة النفسية الحديثة التي تغني عن أدوية الأعصاب. كل ذلك جاء بتجسيد مثير للكوميديا الرومانسية، رغم أن الفكرة كلاسيكية لكن جانب التناول الدرامي كان حديثا وطريف. We have a 4.9, 4.8, 4.9. That's really too bad, guys. That's and a lot of fours. And a 5.4. For an average score of 5.0. فيلم العلاج بالسعادة نال الإعجاب حيث محل، وفاز إلى حد الآن ب 12 جائزة سينمائية عالمية،
من الأوسكار إلى الجولدن وغيرها من الجوائز والترشيحات، لأن سينما هوليود تضع مسألة الاختلال والعلاج النفسي ورؤية الجانب المشرق من الحياة على رأس اهتماماتها ويشكل أغلب الخيارات.